السلام عليكم. أثار قرار حكومة محمد السوداني تأسيس شركة عامة تحت مسمى المهندس مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي أثار انتقادات واسعة من قبل الأوساط السياسية والاقتصادية، محذرين من استنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج الإيراني اللذين يهيمنان على الاقتصاد في إيران. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الحالية، فإن مجلس الوزراء وافق على تأسيس شركة عامة باسم المهندس برأس مال 100 مليار دينار. وفي هذا الصدد يرى مراقبون أن التمدد من العسكرة إلى التدخل بالسياسة والاقتصاد أصبح سياسة متبعة في العراق، لذلك فإن حشدنة الاقتصاد يشكل خطأ وعبئا كبيرا على الاقتصاد العراقي. وبالاعتماد على هذه المقدمة نطرح التساؤلات الآتية: بعد تأسيس شركة المهندس، هل يعتبر الحشد الآن نسخة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني بكل تفاصيله؟ هل يعد تأسيس شركة المهندس غطاء شرعيا خوفا من الملاحقة والرقابة الدولية؟ وما هدف ميليشيا الحشد من تعزيز قبضتها الاقتصادية على العراق من الناحيتين السياسية والأمنية؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع التي تحمل عنوان: على غرار الحرس الثوري، ميليشيات الحشد تبتلع اقتصاد العراق. سيكون معنا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، وعبر سكايب أيضا الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، وعبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. قبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. منذ تأسيس ميليشيات الحشد في عام 2014 وهي تسعى بكل قوة إلى أن تكون نسخة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني في الأهداف والمهام والتمويل، فسخر زعماء الميليشيات بدعم حكومي كل طاقاتهم لإصدار قانون يشرعن لميليشيات الحشد وجودها وتمويلها من الدولة وضمها شكليا للجيش، إلا أن الواقع يشير إلى أن تلك الميليشيات تتلقى الأوامر من قادتها المرتبطين بإيران بشكل مباشر. الجماعات الإرهابية ومنتهكو حقوق الإنسان المدعومون من إيران عمدوا إلى تأسيس شركة تتمتع بفرص تفضيلية للحصول على عقود حكومية مربحة على غرار شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب تقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي ذكر أن حكومة السودان وافقت على الفكرة ومنحت أراضي ضخمة إلى شركة المهندس العامة التابعة لميليشيا الحشد. شركة المهندس العامة أطلقت مشروعها الأول الذي يقوم على غرس مليون شجرة نخيل في قطعة أرض قدمتها الحكومة في محافظة المثنى، تبلغ مساحتها مليوني دونم بحضور رئيس ميليشيا الحشد فالح الفياض المصنف على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، ورئيس أركانه عبد العزيز المحمداوي أبو فدك المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكي. حكومة السودان منحت شركة المهندس هذه رأس مال أوليا بقيمة 100 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 67 مليون دولار أمريكي. مساحة الأراضي التي منحتها الحكومة الحالية للميليشيات دون وجه قانوني تتخطى بكثير متطلبات أي مشاريع فعلية، ويبدو أن غرس الأشجار هو بمنزلة مبرر لإعطاء ميليشيا الحشد نسبة هائلة من مساحة أراضي محافظة المثنى، كما أن المنطقة المختارة غير منطقية حيث تفتقر إلى الموارد المائية الكافية لزراعة هذا الكم الهائل من أشجار النخيل، وتتوفر في المقابل خيارات أكثر عملية بين نهري دجلة والفرات. ومع ذلك تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتيجي على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وهي المنطقة التي استخدمتها الميليشيات لتنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على السعودية والإمارات في عام 2021 و2022. إذن نناقش هذا الأسبوع في برنامج تحت الضوء: على غرار الحرس الثوري، ميليشيات الحشد تبتلع اقتصاد العراق. وجدد الترحيب بضيوفي الدكتور صباح علو والأستاذ عبد الله سلمان والدكتور هلال الدليمي. أبدأ معكم دكتور صباح.
تأسيس شركة المهندس تابعة للحشد بطبيعة الحال طبعا أثارت انتقادات واسعة من الأوساط، سواء كانت هذه الأوساط سياسية أو اقتصادية، ولكن لماذا الخوف من هذه التجربة؟ هل هو الخوف من استنساخ تجربة الحرس الثوري والباسيج اللذين يسيطران على الاقتصاد في إيران؟ دكتور صباح، تحية لكم ولضيوفكم الكرام. حقيقة موافقة السوداني جاءت نتيجة لجملة من العوامل والضغوط التي مرست عليه، علما بأنه سبقه السيد الكاظمي بالرفض في وقته 2022. ولكن تشكيل مثل هكذا شركة متخصصة في أعمال مختلفة، صناعية، زراعية، ميكانيكية، هندسية، خدمية، هذا الجانب يعطي إمكانية أن هذه الشركة تحاول بالدعم سواء كان خارجياً أو دعم داخلياً أنها تحاول أن تصل إلى أبعد مفاصل الدولة بما فيها الجانب العسكري والاقتصادي والأمني والسياسي. ولذلك نلاحظ أن هذا العمل سيكون لنا نظاما هجينا تعمل من خلاله قوى الحشد بكل فصائلها على حماية النظام وليس حماية الحكومة، حماية النظام الذي يسير باتجاه عملية مطابقة لتنفيذ ما جاءت به النظرية الإيرانية في عملية توجيه الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من قبل الحرس الثوري أو القوى المحيطة به. دكتور صباح، تريد أن تقول بأن من يمسك بالاقتصاد هو الذي يكون صاحب القرار السيادي السياسي في العراق؟ ما زال لغاية الآن جملة عوامل مؤثرة في الواقع العراقي الذي يختلف عن الواقع الإيراني. نعم. التجربة الإيرانية ما زال لغاية الآن لم تتضح نجاحها، والدليل حالة الإضرابات وحالة التمرد بالشارع على جملة من العوامل سياسية اقتصادية وكذلك أيضا أمنية. لكن بالعراق لجملة عوامل والتدخلات الإقليمية والدولية وهشاشة النظام بالعراق وهشاشة الحكومة، لاحظ وما مرت به من أزمات منذ 2003 ولغاية الآن لم تتضح معالم بناء دولة كالنظام الموجود حاليا في إيران وإدارته للاقتصاد وغيره. طيب رغم نعم. النجاحات التي قد تحققت لإقرار قانون بوجود الحشد رسميا ويتم عمليات تخصيص أموال له قدرت في 2023 في المسودة التي يتم المناقشة عليها حاليا في مجلس النواب قدرت ب 1.8 مليار دولار. نعم. ولكن نعم. وجود هذه الشركة له هذه الواجهة الأساسية في عملية حماية النظام والتركيبة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التبعية. نعم. ومن جانب ثاني تعمل على حماية ما هو موجود من قشرة الدستور. نعم. وليس عمق الدستور. نعم. قشرة الدستور في مسألة ممارسة صندوق الانتخاب. طيب دكتور. والعمل. نعم. على الوصول إلى إدارة مجلس النواب مستقبلا من خلال عمليات التحشيد للشارع، ولكن ما زال الشارع العراقي يرفض هكذا سلوك ويرفض هكذا نظام حقيقة. نعم. ولذلك نلاحظ ستدخل عمليات المداخلة والمنازعات الكبيرة جدا، إضافة إلى أن داخل الحشد هناك كثيرا من حالات الصراع ما بين قياداته المختلفة، وخصوصا إذا دخلت في عمليات الأموال والاقتصاد وعدم تمكنها من عملية الإيفاء
بشكل واضح للعقود التي ستحصل عليها نتيجة للضغوط المسلطة على الحكومة، نلاحظ قد تفشل. طيب وهذا دكتور. سيؤدي إلى حالة من حالات الصراع الواضحة في الشارع. دكتور يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل للأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله مرحبا بكم. يعني مجلس الوزراء الحالي وافق على تأسيس شركة المهندس برأس مال 100 مليار دينار عراقي، هل تعتقد أن كل هذه الأموال ستذهب إلى الاستثمار؟ لأن حقيقة هناك من يشكك بمصير هذه الأموال، والمقصود هنا ربما تخرج خارج العراق. أستاذ عبد الله تفضل. تحية لكم ولضيوفك الأكارم ومشاهديكم. حياك. أستاذنا الفاضل، التأسيس هذا هلامي بالحقيقة، لأنه مثل ما تفضل ضيفك شركة تمتلك كل أذرع النشاطات الاقتصادية، يعني إذا تريد تشوف أي جانب من جوانب الاقتصاد سيكون موجود في هذه الشركة، بالتالي هي استحواذ على اقتصاد العراق. ولكن هناك ملاحظة مهمة، أنه إعلام الحشد والإعلام بالتأكيد اللي هو الخاص اللي هم للشركة للعناصر المالكة اللي هم العصائب وحزب الله، إعلامهم لم يروج إلى هذه الشركة كثيرا أو إلى مشاريعها أو إلى نشاطاتها، إلا شيء بسيط جدا مقارنة بالوظائف المناطة بها المفروض أن يستثمروا هذا إعلاميا. الغاية من ذلك هو عدم تسليط الضوء للمراقبة عليها أو المساءلة الشعبية. تدري أن السلطة لا تستطيع محاكمة أو محاسبة هذا الحشد، وبالتأسيس الحشد مرتبط برئيس الوزراء، والشركة تابعة أيضا إلى الحشد، بمعنى أنه أيضا الشركة تابعة أيضا لرئيس الوزراء وإشرافه. هنا تكون عملية الرقابة عملية شكلية وليس دقيقة، غير خاضعة لا وزارة الصناعة ولا وزارة الزراعة ولا أي وزارة أخرى، وإنما هو الغرض منها هو وعدم إضافة الإعلام إلى زيادة لتهريب الأموال خارج العراق. وإحنا تهريب الأموال ستكون تحت غطاء قانوني أستاذ عبد الله؟ هو بالتأكيد غطاء قانوني، يعني هم بالسابق كانوا يهربون أيضا من خلال الصيرفة ومن خلال البنوك التي أسسوها، هم دائما يشتغل، هم يوظفون الحكومة والسلطة إلى صالحهم. نعم. فبالتأكيد هم دائما أعمالهم تعتبر في الجانب هذا الشكلي جانب قانوني، لأنهم يستخدمون كل أدوات السلطة بيدهم من بنوك. نعم. من شركات، كل هذه الوسائل هم قادرين ومتمكنين عليها. فبالتالي يعني هم مسألة الأموال مسألة طبيعية، وأمريكا تعرف أيضا أين تذهب هذه الأموال وطريقة تأسيس الشركة. طيب. ووسائلها، ولا يوجد هناك أمر للمحاسبة والمعاقبة، فهم يستخدمون كل الوسائل، من ضمنها يعني عندهم أموال كثيرة من التأسيس من 2005 إلى اليوم، لهم أموال. نعم. ضخمة، أين يعني أين تجذبها؟ نعم. فيتشكلوا هذه التشكيلة الصورية اللي هي يسمونها شركة المهندس، هي. نعم. شركة وهمية بالحقيقة، راح لم تنتج أي شيء للاقتصاد العراقي، إنما هو فقط تسريب للأموال. وخصوصا أهم شيء هو يعني بالتهريب هو استباق للأموال المدعومة المزعومة أنه سوف تستثمر محليا وعربيا. هناك أموال وعدوا فيها للاستثمار بحوالي 100 مليار من جانب عربي، فبالتالي مؤسسوا هذه يعني حتى يستعملوا هذه الأموال لصالحهم، وتهريبها أيضا إلى صالح إيران ودعم الاقتصاد الإيراني وإنعاش الحديث. طيب أستاذ عبد الرجان تبقى معنا، أنتقل إلى الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال مرحبا بكم. طبعا أول الأمر، التمدد من موضوع العسكرة إلى التدخل بالسياسة والاقتصاد، بمعنى آخر بمصطلح حشدنة الاقتصاد، هل تعتقد أنه يشكل عبئا وخطأ كبيرا من ناحيتين، على الاقتصاد العراقي وعلى القرار السياسي أو السيادي في العراق؟ دكتور هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين قناة الرافدين، نسأل الله أن يكرمنا بالصالحات يا رب العالمين.
عودة إلى إجابة على سؤالكم، أولا تأسيس هذه الشركة هو تنفيذ للأوامر الإيرانية التي تصدر لهذه الأحزاب وهذه التي تسمى بالهلال السلطة، وواضح الأمر لأنه هذا غطاء حقيقة ليس خطيرا فقط، وإنما هو إفراغ الدولة من معناها الحقيقي أو محتواها الحقيقي. أنا عندما أريد أن أخذ شركة هندسية، أنا لدي جهات مختصة بالجانب الهندسي سواء كانت وزارة النفط أو وزارة الصناعة أو أي شركة أخرى أو جهة أخرى، جهة عراقية تتعلق بالجانب الاقتصادي والتنفيذ، وزارة الإسكان، وزارة البيئة وما إلى ذلك. فلماذا أرجي شركة وأسس شركة تابعة للحشد الذي هو تشكل بناء على أوامر إيرانية وتوجيهات إيرانية لكي يسيطر على الجانب الاقتصادي؟ طبعا هذا هو غطاء كما تفضل ضيفك، غطاء عملي لعمليات كثيرة، منها كل عقود الدولة تخضع للحشد الشعبي. وحقيقة من خبرة عملية في هذا المجال أن كل العقود تنفذ في محافظات التي يسيطر عليها الحشد، الحشد له نسبة سواء كان مشترك أو غير مشترك، وزارة النفط والشركات الخاصة، العقود تنفذ في المصافي، في الأمور الأخرى، في الأمانة، في الطرق، لهم النسبة ثابتة. الآن أصبحت هذه العملية عملية شرعية، لأن لديهم شركات وهذه الشركات لا تمتلك النقطة المهمة، المؤهلات الفنية لتأسيس شركة بهذا الحجم. الجانب الآخر، الأطراف المستفيدة من هذه الشركة والمناطق التي ستخصص لهم في تنفيذ أعمالهم. لاحظ الملاحظة اللي وردت في التقرير أنه أعطوا قطعة الأرض هذه في المناطق التي تفتخر إلى وجود المياه. إذن هذا الغطاء هو غطاء لتواجد هؤلاء الناس ليعملوا ما يعملوا بغطاء الهندسة وغطاء التشجير والأشجار وما عرفش، لأغراض سياسية وأهداف تستهدف الدول العربية وخاصة الدول الخليج بشكل واضح. وهذا الأمر حقيقة هو أحد الأغطية التي يجب أن ينتبه إليها الجميع. الجانب الآخر، الجانب الاقتصادي، أنه أي شركة من شركات العراق العاملة الآن وهي شركات حكومية رصينة ولها تاريخ طويل في التنفيذ الأعمال المدنية في العراق قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، وقبل الاحتلال في الواضح، ولكن بعد الاحتلال يعني شركات باقية لحد الآن اللي هي شركات التابعة للوزارة الصناعة أو وزارة الإعمار والإسكان، تمتلك هذا خلينا نقول الدعم السياسي واحد، والدعم المالي من الجانب الثاني. أيهم من هذه الشركات الإثمان هي دعم من الدولة بمليار أنا بتكلم دينار عراقي، ولا شركة. طيب إذا كان الحاشد تابع إلى وزارة الدفاع كما يقول كما يقولون هم، لماذا لم تؤسس هذه الشركة تكون تابعة إلى وزارة الدفاع بدل من الحشد الشعبي؟ هذا العمل بحد ذاته والأسئلة التي تدور حوله، أن عملية إفراغ المحتوى الحقيقي للدولة العراقية، إفراغها من دولة لها أركان مدنية واضحة إلى حشدنة الدولة بشكل واضح، وأنه الولائيون هم الذين سوف يسيطرون على الاقتصاد، وسوف يسيطرون على القرار السياسي، وسوف يسيطرون على القرار العسكري. لأنه نحن نعلم الآن حتى الجيش، حتى قادة الجيش لا يستطيع أن ينفذ أوامره على الحشد. إذا أين هذه المؤسسة وما هي هيكلياتها؟ هي نظام تطبيق نظام الإيراني دكتور هلال وسيطرة على تحويل الأموال. من الذي سيسأل هؤلاء أين تذهب الأموال وأين تستثمر إذا كان الغطاء رسمي؟ نعم دكتور. دكتور صباح، كما تعرفون وأنتم من رجالات الاقتصاد، العراق يحتاج إلى اقتصاد مزدوج من خلال تفعيل القطاع الخاص تحت إشراف حكومي حتى نتخلص من الاحتكار، وبالتالي يعني لأن نسبة البطالة تجاوزت 30% في العراق. وجود شركة المهندس هل ستقضي على القطاع الخاص دكتور صباح؟ في اعتقادي حالة وجود هكذا شركة مرتبطة بأذرع مسلحة
ومدعومة من الخارج أمنياً واقتصادياً ومالياً وعسكرياً، لا يمكنها أن تفي ببرنامج خفض الفقر وخفض البطالة. هذا جانب جوهري وأساسي، لأن مسألة حقوق الفرد وحقوق المواطنة يجب أن تكون مبنية على عملية المساواة دون التفكير بوجود شركات طائفية عقائدية عسكرية تحاول من خلال وجود هذه الشركة إعطاء شكل الشرعية والهيمنة على الاقتصاد العراقي. إذن ستتعامل بشكل طائفي أكثر مما أن تكون وطنية لعملية إنجاز مشاريع لا تمتلك مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص إمكانية إنجازها مستقبلا. يعني لاحظ حاليا محاولات الدخول إلى الجانب الصناعي الزراعي الخدمي، ولكن ستصاب بالفشل نتيجة للفساد الإداري والمالي المزمن في مؤسسات الدولة، إضافة إلى الواقع الطائفي والعشائري والمناطقي الذي ترسخ بوجود قوى لا تؤمن بالوطنية بل تؤمن بالجانب الجوهري خارج فلسفة خارج العراق خارج الوطن، وهذا لا يمكن أن يستمر بشكل متوازي لحل أزمات العراق الخانقة ومنها البطالة. لذلك نلاحظ أن هذا النشاط سيكون من الفشل الكبير جدا في اعتقادي، وسيحمل الدولة خسائر مالية واقتصادية، ولكن الهدف الجوهري والأساسي هو الاستمرار بحالة الولاء ونقل التجربة دون معرفة سلبيات ما قامت به الحكومة أو النظام في إيران من عام 79 ولغاية اليوم دون الاستفادة منها. إذن لا تتمكن هذه الفلسفة وهذا الفكر في فرض نظام موالي لإيران من خلال وجود قوى تتحمل مسؤولية وعبء الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولذلك ستصاب بحالة من حالات الفشل، إضافة إلى المتغير الإقليمي والدولي، ونحن قادمون في العالم على متغيرات بوجود أقطاب مختلفة. هذا جانب، ولكن هناك جانب أيضا آخر وهو جوهري، أن قوى الحشد لا تمتلك حالة الانسجام بمجرد دخول هذه الشركة بأموال كبيرة جدا وعقود تؤدي إلى الاستحواذ على أموال كبيرة، سيؤدي ذلك إلى حالة من حالات النزاع وهي موجودة أصلا. طيب دكتور باختصار، دكتور نعم. باختصار يعني هساني تيهت في الأمر، شركة المهندس إذا نريد نصنفها هل هي شركة قطاع عام أم قطاع خاص؟ لأن لا هي تابعة للدولة، تعتبر قطاع عام. عام نعم. هذا جانب جوهري، والعراق نعم. بأمس الحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص حقيقة، وهذا نص بالدستور، ولكن وجود هكذا شركات ستؤدي إلى ملامسة القانون من الخارج دون الدخول في عمقه والعمل على إبقاء حالة الفساد حقيقة. يعني هذه الشركة لن تعمل بشكل شفاف في إدارة المشاريع التي ستتعاقد بها مع الدولة أو مع مؤسسات الدولة المختلفة. مهمتها الأساسية أمنية استراتيجية، لذلك نلاحظ ستضع هذه الأولويات على الواقع الاقتصادي، خصوصا نعم في دكتور. حالة وجود أي شكل من أشكال النشاط الأمني إقليميا نعم. وهذا ما طيب. نلاحظه في سوريا وفي لبنان، ومن المحتمل نعم. أن يدخل العراق في حالة مواجهات أمنية أو حرب باردة مع طيب. حدود دول مجاورة
تؤدي إلى حالة من حالات التوتر المستقبلي. طيب أستاذ عبد الله، كما تعرفون في العراق هناك شقان من الأحزاب، الأول حزب يمتلك ميليشيات، الشق الثاني ميليشيات تمتلك تمثيلا سياسيا في البرلمان والحكومة. هل يتطلب الأمر إنشاء شركة المهندس؟ هل يتطلب الأمر وقفة جادة وإرادة وطنية لإنهاء بشكل عام وبالعنوان العريض عسكرة الاقتصاد؟ هل يتطلب ذلك وقفة جدية وطنية؟ طبيعة النظام متناقضة، القوانين ودستورهم وقانونهم، احنا لا نسمي هذا دستور، هذا دستور الأحزاب وقوانين الأحزاب، هم لا يلتزمون حتى بهذه الدساتير الدستور والقوانين التي هم وضعوها. فبالتالي مثلا هم وضعوا أن الحشد يعني كل حزب يمتلك جناح عسكري يجب أن لا يدخل الانتخابات، أدخلوا كل الأحزاب وكلهم يمتلكون أجنحة عسكرية من الإقليم حتى الميليشيات كلها تمتلك أجنحة عسكرية في ودخلت الانتخابات واستلم السلطة بكل جوانبها. بالتالي أيضا التعليمات التنظيمات الأمنية والعسكرية يجب أن لا تكون لها أذرع اقتصادية ملكوها أيضا اليوم الوضع الاقتصادي، فهم متناقضين فيما بينهم وبالتالي لا يحترمون أي التزام وأي قوانين وأي تعهدات فيما بينهم. فبالتأكيد يعني هذه الحالة الغريبة الشاذة تأتي تسلم أنت أموال إلى يمتلكون أيضا قوة عسكرية وقوة سياسية وقوة أمنية ويمتلكون الاقتصاد، هذا بمعنى أنه الحشد أو الميليشيات بالحقيقة أن تكون هي صاحبة القرار الأساس وهي الدولة الأمنية التي تريدها إيران. فهذا هو المقصود من توفير الاقتصاد تحت يد الميليشيات. كل اقتصاد العراق سيكون تحت يد هذه الميليشيات، لأن لا يستطيع أي جناح يعني اقتصادي محلي منافسة الميليشيات، لأنه يعرف تماما سطوتهم ويعرف أنه الكاتم هو الذي يحل أغلب المشاكل ما إذا كانت هناك وضع تنافسي ما بين هذه الشركة وتلك الشركة. فهو هيمنة كاملة بأمر إيراني ضمن المخطط والمشروع الإيراني المهم والأساس والقريب والبعيد المدى للعراق، أن يكون العراق تابع إلى إيران بكل مفاصله. ومنذ الأشهر الأولى لحكومة السوداني أتبع النظام التعليمي تماما إلى النظام الإيراني، اليوم كل التعليم تابع إلى النظام الإيراني، وبالتالي اليوم الاقتصاد يتبع أيضا النظام الإيراني والعسكرة كلها للنظام الإيراني. فما بقى يريدون يخففون أستاذ عبد الله باختصار لو تفضلتم، يريدون يعني ما تأثر العقوبات الأمريكية على إيران، وبالتالي يقومون بإنشاء شركة تابعة للحشد التي هي بطبيعة الحال ولاءها إلى إيران، هكذا أردتم القول أستاذ عبد الله؟ هو بالتأكيد يعني مسألة يعني أنا من النوع اللي أشكك في العقوبات الأمريكية على إيران إنه هي جادة، لذلك هم فتحوا موضوع العراق والساحة العراقية واعتبروا حديقة خلفية اقتصادية وأمنية إلى إيران لإنعاش الاقتصاد الإيراني. عندما يصل إلى حد الموت ترى النشاط الاقتصادي يدفع العراق يدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد الإيراني. دكتور هلال، الهدف من قرار إنشاء شركة المهندس هو حشدنة المنابع الاقتصادية للدولة، وهذا كله مفهوم من خلال ما تفضل به ضيوفنا الكرام وتفضلتم به أنتم بذلك. ولكن لماذا نكرر تجربة الحرس الثوري في اقتصاد البلد بيد الحرس الثوري والباسيج؟ ما الهدف من وراء كل ذلك دكتور هلال؟ الهدف واضح، لأنه يجب أن تكون المفصل الأهم في السياسية القائمة في العراق هو أن يدعم الجانب الإيراني والنظام الإيراني والاقتصاد الإيراني، وينقل ليس مخيرا، يعني خلي هذه الكلمة، هؤلاء الناس هم تابعين لإيران، إيران هي التي شكلتهم بعون كبير من الولايات المتحدة الأمريكية، الوهم الأيادي التي ساهمت وتساهم ولا تزال في هدم العراق وتدمير العراق
اقتصاديا وسياسيا وزراعيا، ونقل الولاء ليس العقدي ولكن الولاء السياسي والولاء الاقتصادي إلى إيران بشكل مطلق. لاحظ أخي أنه الآن عندما نشكل شركة بهذا الحجم تخترق النظام الاقتصادي العراقي بأكمله، وتمتلك القوة العسكرية وتمتلك السلاح وهي خارج عن القانون، القانون لا يطبق عليها كما تفضل الدكتور عبد الله بكل الأشكال. إذن عملية السيطرة على الاقتصاد وتحريك مفاصل الاقتصاد لصالح ما تريده إيران في أي حال من الأحوال، سواء كانت العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي هي شكلية وضحك على الذقون، أو تكون عملية في 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 بعض مفاصلها تحريك المال العراقي لصالح إيران. هذا من 2003 ولحد الآن احنا نشهد هذا الكلام ويعرفه القاصي والداني، ولكن لم تكن هناك غطاء بهذا. هذا غطاء رسمي معترف به من البرلمان، معترف به مجلس الوزراء بأن هذه الشركة ولديها استثمارات خارجية ولا أحد يستطيع أن يحاسبها، كما لم يحد لا القضاء العراقي يستطيع أن يحاسب المجرمين مجرمي الحشد الشعبي وما فعلوا في العراق. ونلاحظ أن تجارة المخدرات هي تحت سيطرتهم، الحدود ما بين العراق وإيران والمناطق الحدودية تحت سيطرتهم. الآن المآخذ الاقتصادية أو المداخل الاقتصادية سوف تكون تحت سيطرتهم، لا يستطيع أحد ينافسهم، لا قطاع خاص ولا حتى القطاع العام، لأنه القطاع العام الجانب الشركات القطاع العام تدخل في المناقصات العراقية عندما تكون الشركة شركة المهندس هي الشركة المنافسة لهم، سوف النتيجة واضحة سوف تؤول لهذه الشركة. إذن العملية ليست عملية فقط تأسيس شركة وشركة قطاع عام وما أعرف إيش. متى كانت وزارة الدفاع في أي دولة من دول الشرق الأوسط ومنها العراق كانت لديها شركات هندسية تعمل في مجالات الوزارات الأخرى؟ هذا هو السؤال. يعني عندما تتكلم عن تاريخ لو كانت هذه الشركة مختصة في الجانب التصنيع العسكري وما يتعلق بالآلة العسكرية وما ذلك، هذا الكلام سوف يكون طيبا، لكن عندما أول نشاط لها هو العمليات في وزارة الزراعة. بس دكتور، لماذا لا بس دكتور مثلا عندك الجيش المصري يعني لديه مشاريع مدنية تدر له أرباح، على سبيل المثال نحن نتحدث عن الجيش المصري، يعني ما الضرر إذا كان الحشد هو الذي يمول نفسه؟ ما الضرر في ذلك؟ ما الضرر؟ لماذا لم توكل هذه المهمة إلى وزارة الدفاع اللي هي إلى الجيش؟ لماذا لم توكلت إلى الحشد؟ وهذا السؤال. يعني أنا لما أتكلم عن تمويل الجيش بطريقة تنفيذ مشاريع خدمية ومشاريع زراعية وما إلى ذلك للجيش، الجيش مؤسسة تابعة للدولة، لكن الحشد لم يكن تابعا للدولة، وما كان ولم يكن ولن يكون، لأنه معروف أنه هذا ولاؤه لقيادات إيرانية بحتة صرفة، وهو يتعامل بالنفس الطائفي بشكل واضح. الجيش عندما تحدث عن الجيش هو مسمى وطني بغض النظر عن انتماءاته الأخرى، لكن عندما تحدث عن الحشد لا، الحشد نقطة سوداء في تاريخ الجيش العراقي أو ما يسمى الجيش العراقي حالي، لأنه الحشد ولاء لإيران. طيب. وقادته يعلنون رسميا وعلنا أنهم ولاءهم لإيران وأوامرهم. إذن ما الفائدة من أن نشكل تشكيل عسكري تابع لدولة أخرى اقتصاده على دم الشعب العراقي؟ وبنفس الوقت حقيقة وجنب كل المفاصل الاقتصادية العاملة في العراق ولديها باع طويل من 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 هذه الأعمال، لأنه ستكون السيطرة واضحة لشركة المهندس على كل الشركات العراقية، الصناعة والزراعة والنفط وأي مجال تريد تدخل فيه ستدخل به بقوة السلاح الممول من إيران. طيب دكتور صباح، يعني كما تفضل به الدكتور هلال يقول الحشد غير تابع للدولة، هناك من يقول إن تأسيس شركة ربحية تابعة للحشد عليه، يعني دعني أقرأ لك هنا حتى لا أخطأ، وعليه لا يجوز للحشد أخذ رواتب من الدولة لأن أصبح لديه مؤسسة ربحية. هل تتفق مع هذا الطرح؟ ما مدى منطقية هذا الطرح؟ بالتأكيد
أن الحشد إذا دخل في عملية مناقصات وتنفيذ مشاريع بجانب ربحي، من المفترض أن تتوقف عمليات الدعم والتخصيصات في الموازنات. كما قلت في بداية حديثنا، تم تخصيص 1.8 مليار دولار للحشد الشعبي، وهذا يتناقض مع عمليات الاستثمار الربحية لشركة المهندس. ولكن هناك جانب لا ننساه، هل هذه الشركة ستتمكن من عملية المنافسة مع من يمتلك شركات مرتبطة بأذرع مسلحة أخرى كما هو في كردستان، وعمليات السيطرة على طبيعة الاقتصاد والحركة الخدمية والتجارية وغيرها؟ إضافة إلى هذه الشركة لا تتمكن من الدخول في المنافسة من حيث المواصفات والجودة مع شركات ودول إقليمية، من الشركات التركية إضافة إلى الشركات العربية المجاورة وشركات أخرى في العالم. من الصعب جدا أنها لا تمتلك المهنية الحقيقية، ولكن هي عبارة عن بذرة أساسية لإضفاء الشرعنة الأساسية لوجود الحشد الشعبي من خلال مسميات مختلفة لشركات أو غيرها في مواقع رافضة لها شعبيا، كما هو في المناطق الغربية وغيرها والموصل وحتى في جنوب العراق، بسبب أن المواطن لا يمتلك حريته سواء في الاقتصاد أو السياسة أو غير ذلك، وإنما ازدياد نسب الفقر وعمليات العجز في الموازنات المختلفة والتخطيط اللاسليم والغير صحيح، إضافة إلى البطالة الكبيرة جدا. هذه حقيقة كلها عوامل لا تتمكن هذه الشركة أو من يعمل على إدارتها من النهوض بالأزمات الخانقة التي يعيشها العراق، بمعنى أن الفساد المالي والإداري المحيط بالشركات المنفذة في داخل العراق سواء كانت داخلية أو خارجية، لأن هناك كثيراً من الشركات المرتبطة بمافيات فساد مختلفة خارج العراق، تم عمليات سرقة أموال كبيرة جداً دون اللجوء إلى عمليات تسوية قانونية حقيقية معها، وهذا ما سيتم مستقبلاً مع شركة المهندس. ولذلك نلاحظ ستتوتر العلاقات الإقليمية وداخلياً ما بين القوى المستفيدة من وجود الفساد المالي والإداري في الحصول على أموال أو على عقود أو تنفيذات مختلفة للوزارات. ونلاحظ أن النقص الحاد في عجز الموازنة 23 الذي يتراوح بحدود حوالي 48 مليار دولار، نعم، من أين ستتم عملية تغطية هذا العجز ونحن قادمون على متغيرات دولية ومتغيرات في أسعار الطاقة وخاصة النفط؟ نعم. طيب. هذا جانب. هو أصلا الاقتصاد متأرجح. سأعود إليك في هذه النقطة تحديدا. نعم. دكتور صباح، ولكن دعني أنتقل للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، لنسلم بأن إنشاء شركة المهندس هو من أجل تشغيل آلاف العاطلين عن العمل، يعني لنفترض جدلا هدفهم هو هذا، كيف سيتم الانتقاء؟ أقصد الموظفين، هل سيتم انتقائهم على أساس مذهبي أستاذ عبد الله؟ هو التأسيس النظام السياسي كله قائم على هذه المحاصصة. نعم. فبالتأكيد سيكون هذا التخصيص بهذا الإطار، لكن أنا أستبعد تماماً أن يكون هذه نشاط للشركة سيخدم تشغيل العاطلين أو سيخدم الاقتصاد العراقي حتى في مناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية من سرقها؟ من ألغى كل الخدمات العامة والصحية والأمنية؟ اللي ألغاها هم الميليشيات الحشد، هي التي ألغت كل هذا. فهل من المعقول أن يريدوا عملية تصحيح لسلوكهم وإشغال الناس؟ وجد الحشد، وجدت البطالة حتى يوجد الحشد.
فإذا وجد العمل فإذا هناك كثير من الناس غير راغب البقاء بالحشد، إنها ملتزمة بعملية الراتب التي يستلمون كل شهر. هذه هي الغاية من وجود العاطلين، وجود وإيقاف الصناعة المحلية والصناعات الصغيرة والكبيرة في العراق، لوجود حتى توجد عملية بطالة عالية يستفيد منها الحشد لاستقبال المعوزين للحاجة للعمل في ينخرطون في الحشد. أما إذا هم يعرفون هذه المخاطر أكيد، وبالتأكيد لا ترى هناك يعني عملية تنشيط للاقتصاد من 2003 إلى اليوم، و2005 بإدارة الميليشيات لم يكن هناك تنشيط إلى الاقتصاد المحلي، خصوصا الشركات الصغيرة التي ممكن أن توظف كثير من العاملين وسد رمق كثير من العوائل الفقيرة. هذا ما يخدمهم يعني، مستحيل. وليس هناك رغبة لديهم في هذا المجال، ولن يتحقق يعني تحسن اقتصادي أو في مجال البطالة من نشاطات هذه الشركة المشبوهة. طيب دكتور هلال، تصريح لوزير الصناعة والمعادن خالد بتال يكشف عن وجود ما يقارب 40,000 موظف فائض عن الخدمة، الوزارة عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها. الوزير وصف وزارته بأنها أشبه بشبكة الرعاية الاجتماعية، وأيضا أقر بوجود بطالة مقنعة. هذا التصريح كله لوزير الصناعة والمعادن السيد خالد بتال. في أي مجال إذن ستعمل شركة المهندس؟ نحن نعلم وأنت تعلم وأنت أعلم مني دكتور هلال، لا وجود للصناعة ولا للزراعة في العراق، فقط هو اقتصاد ريعي معتمد على النفط. إذن إذا كان وزير الصناعة والمعادن يتحدث بهذا الأسلوب وبأرقام 40 موظف فائض عن الخدمة في وزارته هو أصلا، إذن في أي مجال ستعمل شركة المهندس دكتور هلال؟ وهذا السؤال الكبير حقيقة، عندما تكون النشاط الاقتصادي في العراق الوزارات العراقية النمطية اللي هي وزارة الصناعة، وزارة النفط، وزارة الزراعة، وزارة العمار والإسكان، التي تمتلك أذرع هندسية وشركات تدير العصب الحياة الاقتصادية بالعراق، ونسميها بشكل عام شركات القطاع العام. لما تفضل به وزير الصناعة صحيح، لأنه هو تخريب الاقتصاد بدأ من إيقاف المصانع العراقية التي كانت تنتج أولا، الذي استطاعت أن توقفها عمليا، والذي استطاعت أن تدمرها وتوقف عملها. الجانب الآخر هو فرض البضاعة الإيرانية فرضا على العراق. لاحظ في مجال من مجالات الاقتصاد في وزارة النفط، أي دولة بالعالم تمتلك تصدر 3 مليون برميل نفط للعالم وتستورد منتجات البترول من دول الجوار، هذا المنطق غير سليم اقتصاديا. إذا هناك نية، احنا بنحكي عن سؤال واحد، لماذا غيرت فلسفة وزارة الكهرباء للمحطات توليد الطاقة من النفط الثقيل إلى الغاز الذي لا نمتلكه لكي نستورده من إيران؟ نفس هذه السياسة فرضت على كل قطاعات الدولة، الزراعة والصناعة، والصناعة أكثر وزارة من الوزارات العراقية تضررت بهذا الجانب، بأن كل الشركات القطاع العام أخرجت من محتواها عمليا، أما بالتخريب الاقتصادي الواضح أو بإخراج الكفاءات الهندسية، أو لا توجد لديها أذرع حقيقة للتنفيذ، ولا يوجد تطوير لما موجود. يعني نحن نستورد الأشياء من دول أخرى، سواء كانت إيران أو غير إيران، وإحنا كنا نصدرها في وقت من الأوقات. لاحظ هذا الأمر، عندما يكون عندي في الصناعة 40,000 عاطل عن العمل، والوزارة هي مجرد تعطي رواتب دون إنتاج، بالضبط. هذا كلام واقعي صحيح، لكن هل هذا الواقع يشجعني أن أنشئ شركة منافسة لوزارة الصناعة وأدعمها بمئة مليار؟ ليش ما أدعم الصناعة العراقية القائمة اللي لديها تشكيل فني وإداري ولوجستي ومعدات، وأجعلها تنعش الاقتصاد العراقي، وأن يكون العاملين في هذا القطاع منتجين أكثر مما هم مستهلكين ومستهلكون الاقتصاد العراقي؟ طيب دكتور، هناك نية للتدمير واضحة جدا. يعني طيب كلام دكتور. وزير الصناعة يدعم ما نقول 100%.
دكتور، ضيوفنا الكرام، بقيت 5 دقائق لكل أستاذ سيحظى بدقيقة ونصف لو تفضلتم في ذلك. دكتور صباح، بحسب خبراء اقتصاديين كما تعرفون وأنت أعلم مني في هذا الموضوع، الاقتصاد في العراق يصفونه بالاقتصاد المتأرجح لأنه يعتمد على يعني ريع أحادي الجانب وهو النفط. هل تدرك شركة المهندس حجم هذه المشكلة؟ وفي الشق الثاني من السؤال بدقيقة ونصف لو تفضلتم، ما توقعاتكم لشركة المهندس؟ هل ستضيف شيئا للاقتصاد العراقي؟ حقيقة الاقتصاد العراقي اقتصاد غير واضح المعالم مطلقا. نعم. الدرجة الأساسية هو بلد ريعي 100% أصبح بعد أن كان بحدود حوالي 70%، ولكن بالتدرج من 2003 ولغاية الآن الإيرادات الخارج إطار النفط أصبحت ضعيفة الوصول إلى القانون، الوصول إلى مركزها في المالية، وإنما يتم عمليات الاستيلاء عليها من قبل قوى مسلحة أو غير ذلك. أما أن الشركة هذه ستنجح، في اعتقادي ستفشل فشلا ذريعا وكبيرا، لأن البيئة غير ملائمة للوصول إلى الأهداف التي تعلن عنها، وإنما بواطن الأمور تؤكد على أن الهدف الأساسي هو شرعنة الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية في العراق تمثلا بالحالة الإيرانية المعمول بها من 40 سنة، ولكنها أيضا فاشلة. طيب دون الاستفادة من فشلها. أستاذ عبد الله، الشركة المهندس هل ستحل بعض القضايا الاقتصادية في العراق تعتقد ذلك؟ بدقيقة ونصف لو تفضلتم. إلى العراق إلى اليوم أو هذه الميليشيات أو هذا النظام السياسي بأكمله حتى اليوم نتمكن من التعويل على هذه المؤسسة الوهمية أن تحقق شيئا لصالح الاقتصاد العراقي. ليس هناك إرادة سياسية في السلطة وفي الأحزاب لتحسين الوضع الاقتصادي حتى نعول على مثل هذه المؤسسة المشبوهة التي تعتمد الغدر والقتل لكل النشاطات العراقية الاقتصادية والأمنية والسياسية. هذه المؤسسة لا تستطيع أن تقدم شيئا للعراق ولا تستطيع أن تعمل شيء، لأن النظام برمته فاسد، وهذا نتاج وهذه زهرة أخرى، يعني هذه شتلة أخرى من شتلات الفساد. نعم، عبد الله. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا. دكتور هلال، شركة مهندس هل ستسيطر على المنافذ البرية والبحرية وبالتالي تأخذ إتاوات؟ بدقيقة ونص دكتور هلال. نعم ستفعل ذلك، وهي أحد أهداف الأساسية السيطرة على مفاصل الاقتصاد العراقي، والمنافذ هي تحت سيطرتها الردي يعني موجودة، ولكن عطائها هذا الدور سوف يكون واضح. وهي أنا أمثلها نشاط، هي كيان سرطاني على في الجسد العراقي الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري يكبر بدعم خارجي. في نهاية هذا اللقاء تقدم بشكر الجزيل الذي كان معنا عبر سكايب الدكتور صباح اللو الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا أستاذ صباح. وكان معنا عبر سكايب عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان. وكان معنا عبر الهاتف الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا دكتور هلال. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.